يعني اتطبقت على ارض الواقع يعني. بالظبط، وكذلك في التحكيم بالمناسبه، التحكيم برضه هم في اوروبا كلها بيعملوا ده في التحكيم، مش لازم تكون لاعب كوره بس، انت ممكن تدخل وتتدرب وبيكون في اشبه بمدرسه للتحكيم وبتتعلم تحكيم كويس تاخد رخصه. فالعلم طب احنا ليه ما عندناش ده؟ دايما بيبقى ده السؤال، احنا هل احنا بنستنى ما يكون عندنا اخفاق؟ انا مش عايز اخرج حضرتك، لا صح انت بتتكلم صح، لان دي قضيه مهمه ودايما بنقول، وانت كمان بتشاركني في، يعني هاخد كمان رايك كراجل صحفي وناقد رياضي، ان كمان المشروع احنا خلاص كابتن حازم قال في مشروع، طيب البيزك اللي هنبني عليه ايه؟ بالزبط. الخطوط العريضه اللي هنبني عليه ايه؟ ده كمان مهم جدا. مظبوط مظبوط، يعني انا من كام كنت كتبت على فكره ليه مراكز اللي هي فكره المحافظات، يعني دور الموهوبين في المحافظات، يعني كل محافظه وزاره الشباب والرياضه تتبنى انها تشوف المواهب في كل محافظه وتعمل منهم دوري للمواهب، محافظه كذا، محافظه القاهره، محافظه اسكندريه، محافظه الجيزه، وتعمل دوري الموهوبين في المحافظات وتبدا تبص عليهم، وهي اللي ترعى اللعيبه دي، ولما يجي نادي زي النادي الاهلي يشوف واحد لاعب في دوري الموهوبين ده بيلعب في محافظه الاسكندريه مثلا، هو لاعب جيد جدا ولاعب متميز، الاهلي يشتريه، يكون التعاقد مع وزاره الشباب وتاخد الفلوس دي وتصرف على لاعبين اخرين. فاحنا عندنا افكار كتير ان انت تجهز قاعده كبيره جدا، لان احنا عايزين نصلح من دلوقتي، لكن احنا عايزين نحط اساس بيرجع الكره المصريه لافضل مستوى. صحيح. الحاجه الثانيه اللاعبين نفسهم بيتخضوا لما بيحضروا قدام جمهور، اللاعبين في مصر كلهم لما بيلعبوا قدام جمهور بيتخضوا. للاسف طبعا. فبالتالي يعني مشاكل كبيره. لان مفيش جمهور جدا. احنا بنتكلم في 2000 متفرج و5000 متفرج، ايه 5000 متفرج؟ في دورات رمضانيه اكتر من كده. فلازم الدنيا تتوسع شويه، خاصه ان احنا عندنا تجارب متميزه جدا مع منتخب مصر في ماتشات كتير جدا للمنتخب، فلازم ده يرجع، لان ده كمان بيساعد على التطوير. فاتمنى ان يكون الخطا او الدرس اللي حصل مع كابتن اهاب جلال او الاختيار ده يكون نقدر نستفيد منه نطور بيه. هو طبعا لازم. انا متعاطف معاه جدا. طبعا انا متعاطف معاه جدا، هو مدرب جيد وعنده افكار، لكن انا كان وجهه نظر يعني لا يسطح للمنتخب، لكن الشكل اللي مشي بيه الكابتن اهاب جلال والطريقه ما كانتش افضل طبعًا حاجه، لكن كان في بعض مشاكل كبيره جدا جدا، لكن على مستوى التطوير، على مستوى الكابتن حازم امام النهارده طلع واتكلم، نتمنى يكون هذا التطوير باسرع وقت ممكن ويتحط خارطة للطريق الكرة المصرية. في أفكار كتيرة جدا جدا بتطرح يجب التنفيذ، ولكن زي ما بقول لحضراتكم تاني، هذا المشروع ليس مشروع اتحاد كرة، هو مشروع دولة. من خلال رؤيتي ده مشروع دولة، لأن في كمان أنت لو بتتكلم على مشروع في بادجت، طالما في مشروع يبقى في بادجت. هذا المشروع بيتكلف فلوس كتيرة جدا، عندنا فلوس موجودة، عندنا رعاة بيحبوا كرة القدم موجودين، عندنا كمان مؤسسات كبيرة في الدولة بترعى كرة القدم. إن شاء الله كل التوفيق للكرة المصرية في القادم. عندنا فاصل سريع ونرجع بقى نحول على الكرة العالمية ودوري الأمم الأوروبية.